أولا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وبحق يعني وبصدق نقدم شكرا الجزيل بكل التقدير والعرفان للأخوة الأعزاء في دولة مصر العزيزة، نقابة المحامين المصريين وعلى رأسها السيد رئيس الاتحاد نقيب محامي مصر الأستاذ الكبير سامح عاشور، تحية تقدير وإجلال لهذا التنظيم ولهذه الهبة المهمة من أجل جزء عزيز من وطننا العربي. بحق يعني هذه الهبة تؤكد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أننا جسد واحد، إذا تداعى منه إذا تألم منه جزء تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. أصابنا السهر وأصابتنا الحمى منذ حقيقة منذ وقت سابق، ليس الآن في هذا في ما تعاني منه دولة سوريا الحبيبة، ولكن من وقت مضى ظهرت فيه الاعتداءات العربية على العربية للأسف الشديد، وظهرت فيه الاعتداءات من الجيران للدول العربية والدول الإسلامية. نحن نعيش بحق في زمان غريب. أن نرى من إخوتنا في الإسلام ومن إخوتنا في العروبة ومن إخوتنا في الجيرة وممن تجمعنا معه عواصم كثيرة جدا من أسباب الوحدة والعقيدة وغيرها من عواصم الوحدة والقوة التي يجب أن نعيشها في الوضع الطبيعي، نحن نتألم جدا عندما نرى أننا أصبحنا أعداء فيما بيننا، نتألم جدا والله لذلك. وكان لاتحاد المحامين العرب لابد له أن يهب مثل هذه الهبة، وكلنا حقيقة متفقون في تشخيص هذه الآلام وهذه القضايا وهذه المشاكل. يجب علينا أن نتحدث عن ما هو الحل، ما هو الحل، ما هو المخرج. الحل ببساطة شديدة في وحدتنا. يجب علينا أن نحمل جميعا كل الحاضرين ونقاباتنا، يجب علينا أن نحمل هدفا واحدا ومهما، هو أن نتحد فيما بيننا. وأنا أقول ذلك وأعلم جيدا أن العدو دخل علينا من هذا الباب، ووضعنا في الاتحاد يؤكد ذلك. عدونا يعلم جيدا أن وحدتنا خطرا كبير عليه، ولذلك دخل علينا من هذا الباب، باب التفرقة. أمور بسيطة ولا تستحق منا ولا تستحق منا دقيقة واحدة نتحدث فيها، نتفق فيها بالفطرة، زي ما بيقولوا الإنجليزي it goes without saying، يعني في مسائل ما تحتاج إنه نطرحها حتى تكون سبب اختلاف بيننا، والله أمر مشين ومعيب علينا. ولذلك يا إخوة يا أفاضل، الذي يرهب أعداءنا ويقوي من لحمتنا ويعالج قضايانا هو الوحدة، والتاريخ يؤكد ذلك. هذه الأمة مستهدفة لأنها عندما كانت متحدة كانت
كانت رسالتها تبلغ عنان السماء شمالا في بحيرة أوران وجنوبا في أقصى جنوب أفريقيا وغربا وشرقا، كنا نسود هذا العالم بالحسنى وبالعلم وبالتقدم والنهوض. عندما جاءت أدبيات سايكوس بيكو وفرق تسد وغيرها تشرزمنا وتشتتنا. أنا أقول أننا إذا أردنا بحق أن ننطلق باتحادنا وبأمتنا علينا أن نسد هذه الثقرة وأن نتسامى على كل الصقائر وأن نتدارس كيف نكون وحدة واحدة ولحمة واحدة. إخوتنا في سوريا، أحبابنا وأعزائنا، والله الذي يحدث في سوريا شيء مؤلم للغاية، ولكن إن كان هنالك بلغة أخي الأمين العام المساعد أستاذ سمير بلغته البحث عن الفرحة والتفاؤل، إن كان في ذلك شيء مفرح فأن جزءا كبيرا من إخواننا في سوريا أحلوا علينا في السودان وكانوا نسمة باردة لنا وأصبحوا جزءا أصيلا من مجتمعنا، ذلك لأن حركة الطيران يوميا من وإلى، بالإضافة إلى عدم وجود أي قيود متعلقة بتأشيرة أو بأي شيء آخر. لنا إخوة أعزاء عرفناهم بالاسم وبالجيرة من إخواننا في سوريا، وكانوا بالنسبة لكم رسل بحق، يعني عمروا المساجد وعمروا مجتمعاتنا بكثير من التواصل والتوادد والمحبة. ولا أذكر لكم شيئا طريفا، عندي رجل أحد الموكلين عنده قضايا معي، ورجل يعني أعرفه رجل يحمل كثير من مضامين الوحدة والتسامي والقومية العربية، فقال لي عنده بناية يعني يستأجر فيها عدد من الأخوان السوريين، فهو رفع دعوة ضد واحد سوري بسبب الفشل في السداد، في سداد الأجرة. فجاني قال لي والله أنا نويت أبيع العمارة دي خالص، داري أبيع البناية دي. ليش؟ قال لي والله أنا شعرت بأنه القاضي في المحكمة متعاطف جدا مع هذا الرجل السوري، والقضية الآن تمت أكثر من عامين والفشل في السداد مستمر، وأنا والله خلاص يعني أعمل إيش؟ فأنا قلت له يا أخي ده ما تعاطف مع يعني لا يميزه أنه سوري، ولكن كل السودان يتعاطف مع الإخوة السوريين، وهذه إجراءات قانونية، كونه سوري لا يمكن أن يقلص عليه ولا يمكن أن يضيق عليه، وهذا حقيقة هذا عهد السودان جميعا بإخواننا السوريين. لا أطيل، ولكن كلمة أخيرة في حق الذين نظموا كما بدأت من الأول، تنظيم هذا الاجتماع صراحة كان يعني مثل ما تحدثنا في مؤتمر الأردن كان يعني جيد ومثالي في التنظيم والترتيب والكرم، هذا الذي رأيناه الآن في هذا المؤتمر صراحة. ونعتذر لإخواننا في الأردن من الذي يعني أصاب الأستاذ إياد، ونطيب خواطرهم لأن هذا الأمر واضح أنه ليس مقصودا، ونطيب خاطرهم، ومن هذا المكتب طيبوا خاطره أيضا. وحقيقة الإخوة الترتيب من أخواننا في مصر وعلى رأسهم السيد النقيب وأخونا الأستاذ عبد الجواد إلى يميني،
في وقت متأخر كانوا معنا في ليلة أمس والترتيب وكذا، لا بد أن نقدم لهم شكرا خاصا على هذه الجهود وعلى هذا الكرم. جزاكم الله عنا خير الجزاء.